Schönen Abend, liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في حصة جديدة من حصص اللغة الألمانية. نبدأ إن شاء الله النهاردة على طول في منهج الترم الثاني. كتير منكم بيسألوا عن المحتوى بتاعنا، المنهج بتاعنا. زي ما احنا عارفين كتبنا في 4 دروس، أخذنا درسين في الترم الأول ومعانا إن شاء الله درسين في الترم الثاني. احنا متقسمين شهور، ونهاية كل شهر بيبقى فيه امتحان هتعمله على التابلت للمنهج اللي اخدته في الشهر ده فقط. فمنهج شهر 3 ان شاء الله هو ليكسيون دراي، على اساس ان 4 و5 بيبقى رمضان والعيد، فاحنا عندنا ليكسيون دراي في 3، ودرس 4 هيتقسم على الشهرين المتبقيين. Also wir beginnen heute mit Lektion 3. هنبدأ حالا مع Lektion 3. Essen und Trinken. Essen und Trinken. عنوان الدرس Essen und Trinken. أول حاجة نبدأ بيها حاجة Lebensmittel und Mengen benennen. اللي هنتعلمه النهاردة إن شاء الله Lebensmittel und Mengen benennen. Essen und Trinken الأكل والشرب. Essen. يأكل. Essen. يأكل. Trinken. يشرب. طبعا دي أفعال، ولكن احنا عندنا في الألماني قاعدة ممكن نعرفها ونفهمها كويس من دلوقتي. أي فعل بعمل حوله الاسم إني أعمله حرف كبير. اسم حرف كبير وبياخد أداة داس المحيل، ويبقى أداة الاسم من الفعل ده. اللي هو زي المصدر في العرب داس اسن الاكل، ما بقولش ياكل الاكل. داس ترينكن الشرب. داس ترينكن، ترينكن يشرب، تو درينك. داس ترينكن الشرب نفسه. اسن اون ترينكن الاكل والشرب. فزي ما احنا شايفين في الصوره الجميله اللي معانا هنتكلم عن الاكل والشرب. ليبنس ميتل اول كلمه مهمه معانا في الدرس. ليبنس ميتل. ليبن يمكن خدناها في الدرس الأول معنى يعيش. ليبن إيش ليبن إن أسيوت مثلا. ليبنس ميتل على بعضها مواد غذائية. مواد غذائية، ودي كلمة في الغالب بنستخدمها جمع مواد غذائية. والمنجن هنتعلم حاجة عن المنجن. منجن كمية، منجن جمع كميات. هنعرف إزاي نقول الكميات. زي ما احنا شايفين هنا بطاطس هنقول 2 كيلو مثلا، فتتقال ازاي بالالماني؟ هنقول لتر حليب نقولها ازاي بالالماني؟ فدي الاهداف اللي معانا. ليبنس ميتل بيننن، المفروض نتعلم ايه النهارده؟ ليبنس ميتل بيننن، ان احنا نقول او نذكر او نسمي المواد الغذائيه. داس است اين ابفل. فاكرين كنا بنقول داس است احمد لما بعرف حد، لما بعرف شيء بقول داس است اين ابفل. ابفل أبفل تفاحة. أين أبفل؟ أين بنقول عليها أداة نكرة، زي بالإنجليزي بقول أن أبل، أن وآ يقابلون في الألماني أين، وهنشوفها إن شاء الله في الدرس بتاعنا. Ich glaube, das ist eine Tomate. Ich glaube, I think. أظن أعتقد. Das ist eine Tomate. اللي قدامنا هنا على اليمين مثلا داس است اين توماتو. توماتو شبه الانجليزي توميتوز، لكن بنقول توماتو. توماتو اين توماتو. اين توماتو طماطمايه واحده. اين ابفل تفاحه. من جن بنينن بقول 2 كيلو ابفل. 2 كيلو 2، فاكرين الاعداد 2 كيلو ابفل 2 كيلو تفاح. وازاي اعمل جيشبريش محادثه عن حاجه اسمها الاينكوفن. اينكوفن تسوق. اينكوفن يتسوق. اينكوف تسوق. اينكوف جيشبريش فيورن، ان انا لما اروح للبياع للفيركويفر، فيركويفر اعرف اقول له انا محتاج كذا، ولما يجيبه لي اقول له ده بكام. المحادثه دي اسمها ايه بالالماني؟ اسمها اينكوف جيشبريش. اينكوف جيشبريش. زوم بايشبيل، على سبيل المثال بنسأل هابن زي أبفل. فاكرين السؤال بالفعل هابن زي أبفل، حطيت الفعل الأول يبقى سؤال استفهام، والإجابة عليه بتكون يا
Oder nein, لما أروح للبياع وعايز أشتري تفاح فبقول له هاون زي أبفل، هل عند حضرتك تفاح؟ هيقول لي يا، أو لو ما عندوش يقول لي نايم. ممكن أقول له كمان إيش براوخن أبفل، وده فعل جديد معانا براوخن، نكتبه مع بعض براوخن، براوخن يحتاج. دي الأهداف بتاعتنا حبايبي، بحيث نهاية الحصة إن شاء الله نكون عرفنا نعمل الحاجات دي. نقول ده ايه المواد الغذائيه اللي قدامي، نقول الكميات، نقول لو انا عند البياع اعرف اساله عايز ايه والحاجه دي بكام. نشوف مع بعض. سو ليبنسمتل، لو بصينا هلو يا هلو فرا ولا في جيت سير محمود. جود دانك دانك. سو فرا ولا تكمل معانا من الشريحه دي ونتابع مع بعض، واحنا سوا في الاسئله لو عندكم اي اسئله يا ريت تسالوا وبرد عليها على طول. اتفضلي يا فندم، ممكن تشير من عندك. اهلا بيكم طلبه وطالبات التخصص في الاول الثانوي. هنبدا مع بعض الترم الثاني ان شاء الله لكسيون اي، وزي ما قال هير محمود لكسيون هنا بتتكلم عن الليبنس ميتل وند الاسن اون ترينكن. اسم اون درينكن اون ليبنس ميتل، هنتكلم مع بعض في الليكسيون ديت على الليبنس ميتل كلها اللي هي المواد الغذائيه، وهنتكلم ازاي اطلب كميه منها، وازاي اخش اي محل واطلب حاجه انا عايزها. اوكي نبدا مع بعض. هناخد مع بعض اين جيبرتر بخصوص الموضوع بتاع الليبنس ميتل. اول حاجه نخلي بالنا من الفراغ الموجود قدامي دوت اللي هو فاس ايست داس، ده معناه وات از ذيس. هنبص مع بعض كده على النومن اللي موجوده عندي ونحاول ننزلها تحت قدام الفوتوس اللي موجوده. اول نومي اول نومي اين كيند، ذيس از اين كيند، اين بروتشن، اين شتات، اين فوتو، اين ابفل، اين توماتي. طبعا خلي بالنا هتلاقي فيه كلمات شبه الانجليش كتير. اين تليفون هما، اين تسال، اين لاند، اين اورانج، اين اي، اين نام und اين مان، اين بوخشتابه، اين بانانه، اين فراو، اين كارتوفل، اين كوخن. عندي اول فراغه وير از داس، انا واخد وير الترم الاول في الارث سمستر بتاعنا معناها هو، هو از ذس، يبقى انا العاقل اسال عليه بوير. وير از داس، الاجابه عندي هتبقى داس از اين مان، اين مان يعني امان. طيب وير از داس، داس از يا غيما اين فراو، طبعا موجوده فوق في الليست بتاعت النومن. اون داس از اين كيند، كده اين فراو، اين مان und اين كيند. اوكي zweite frage was ist das، what is this، يبقى وير للعاقل was لغير العاقل. داس از اين نام، طبعا البيلد اللي عندي هنا داس ايست ياسمين وده داس ايست اين نامه. اوكي اوند مين شاطر يقول لي واس ايست داس، ريما داس ايست اين تليفون نمر، بيرفكت. اوكي اوند واس ايست داس يا داس ايست يا، مين يعرف يجاوب دي يا داس ايست ايه، داس ايست حرف ام لتر ام يا داس ايست ريما. انا سامع واحد بيجاوب تمام، اين بوخ شتابه، داس ايست اين بوخ شتابه لتر. نيجي نمبر سي داس ايست يا واس ايست داس، داس ايست اين اي، من خلال الفورتر اللي موجوده قدامي مع البيلدر هنعرف كل الكلمات دي المايننج بتاعتها ايه. اوكي اند داس ايست يا بيرفكت، داس ايست اين بانانه، داس ايست اين بانانه. اوكي und was ist das يا تمام ده بريد. طب كلمه بريد auf deutsch معناها ايه؟ das ist ein brotchen، das ist ein brotchen اللي هي تاني كلمه بعد ein kind، das ist ein brotchen. اوكي weiter und was ist das يا was ist das يا perfect، واضح ان ديت كوخن، داس ايست اين كوخن، كيك، داس ايست اين كوخن، كوخن معناها كيك. اوكي
يبقى أنا هنا عندي أين أي، أين بانانة، أين بروتشن، أونت أين كوخن. أوكي، ويتر. نمر دي، يا داس إيست، واضح من شكلها إن هي يا ريما. أين أورانج، داس إيست أين أورانج. أوكي، أون داس إيست، قلنا في حاجات كتيرة تلاقيها شبه الإنجليش معانا. يا داس إيست أين تومات، أنا عندي هنا أين أورانج. أوكي، أون داس إيست أين تومات، أون داس إيست Ja, das ist ein Apfel. Perfekt. Das ist ein Apfel. Okay. Und das ist eine Kartoffel. Kartoffel hoa potato. Okay. Weiter Nummer E. Das ist ein Stadt. Das ist eine Stadt. Stadt, yani city, Medina. Und das ist, ja, das ist ein Land. كده اين لاند، اين شتات اللي هي مدينه، انا ساكن سيتي معينه زي كايرو. اوكي، وان داس ايست اين لاند، اين لاند بتبقى على اللاند كارت على الخريطه، بتبقى بلد زي ايجيبتن، انجلاند، دويتشلاند. اوكي، وان واس ايست داس، يا داس ايست ايه، داس ايست اين نمر، يا بيرفكت، او اين تسال، داس ايست اين تسال، خدنا دي تسالن وان دوت نمر سفولف، داس ايست اين تسال. وان داس لاتست وورد، يا واس إيست داس، واضح قدامنا اللي باقي عندنا من النومن اللي موجودة فوق. يا داس إيست أين فوتو. أوكي، يبقى داس إيست أين فوتو. نخلي بالنا هنا كويس إن أنا بسأل بالفراج فير لما أكون بتكلم عن شخص أين بيرزون، أون فاس لما أكون بتكلم عن أين زاخي يعني شيء. وهناخد دلوقتي مع بعض إيه الفرق بين أين، إمتى أستخدم أين وإمتى نستخدم أين. فايتر، هنعمل تو اوردنينج للفورتر اللي موجوده قدامي ديت حسب الارتيكل بتاع كل نومن، يعني بس داس، داس ايست اين، هنحط هنا مجموعه كلمات معينه بتخص اين، اون بس ايست داس، داس ايست اين، هنحط هنا مجموعه كلمات ثانيه بتخص اين. زي ما اتفقنا مع بعض هنبدا مع بعض النومن فورت شخص قدامي، واخلي بالي من الفرق بين اين اوند اين. هنوزع دلوقتي مع بعض النومن اللي موجودة بناء على مين بيجي معاه أين وفيرش فورتر بيجي معاها أين. زي ما هو جايب هنا كلمة بغوتشن، داس إيست أين بغوتشن، أون داس إيست أين أبفل. طب هنيجي لكلمة تومات، لو بصينا عليها هنلاقيه حاططها هنا مع داس إيست أين تومات. أوكي، طيب بنانة، هنحط كلمة بنانة فين؟ يا بريما، داس إيست أين بنانة، أخلي بالي، أون أي، يا داس إيست أين أي. أورانج، مين يخمن معايا ممكن تيجي مع أين ولا أين؟ يا ريما، داس إيست أين أورانج. كوخن، يا بيرفكت، داس إيست أين كوخن. كيند، بنقول أين كيند، تمام. فغاو، يا داس إيست فيمينين مؤنث، يبقى هتيجي مع أين، داس إيست أين فغاو. من، يا أوكي، يبقى داس إيست أين من. هوتيل، يا بريما، داس إيست أين هوتيل. أوكي، أند نومن كارتوفل، دي برافو، يبقى أين كارتوفل. أند نام، داس إيست أين نام. سال، يا يعني نمبر، اوكي، داس إيست أين سال. بوخشتابه، داس إيست أين بوخشتابه. اوكي، طب كلمة تليفون نمر، اوكي، داس إيست أين تليفون نمر. فايتر، شتات، يا بيرفكت، داس إيست أين شتات. طب كلمة لاند، داس إيست أين لاند. اوكي، اند فوتو، داس ايست اين فوتو. طب يا فراو، احنا كده هنا وزعنا نومن معينه خاصه باين ونومن تانيه خاصه باين. طب انا بحدد اين اودر اين بناء على ايه؟ بناء على الارتكل بتاع الكلمه. لازم اكون عارف البشتمت ارتكل بتاع الكلمه. انا خدت قبل كده ان في ارتكل دير، في ارتكل داس،
ده بتاع الماسكولين وندس ده بتاع النيترال. في ارتكل دي زينجولار بتاع الفيمينين المؤنث، اند دي بلورال بتاع اي نومن لما اجيب منه البلورال فورم يبقى هستخدم معاه الارتكل دي. طيب الاين ودر اينه بحددهم بناء على البشتمث ارتكل الموجود عندي. لو الارتكل عندي دير ودر داس، يعني لو جت عندي نومن الكلمه بتاعتي الارتكل بتاعها دير ودر داس، بحط قدامها الان بشتمث اين. وممكن استخدم ماين ودر داين ودر اير اللي هو بتاع ريسبكت فورم ملكيه احترام. طيب دي فيمينين اللي هي الزينجولار المفرد هستخدم معاها اين، يعني كل الكلمات اللي اداه تعريفها دي زينجولار هحط قدامها اين. الاين والاين دي زي ا اور ان في الانجليش. اودر ماينه لو انا هستخدم بوسيسيف ارتكل يعني ضمير ملكيه، داينه لو هقول حاجتك انت، ايري لو هملك احترام لحضرتك. وفاكرين السؤال بتاع في ايست ايري ادريسه مع عنوان حضرتك. دي بلورال ما بستخدمش معاها اون بشتمت ارتكل، يعني ما بستخدمش معاها اداه النكره اين اودر اينه، بتبقى زيرو يعني ما بحطش قدامها حاجه خالص. بس ممكن استخدم معاها ماين الملكيه اودر داينه اودر ايري، دول اللي هو البوسيف ارتكل اللي انا عارفهم، وبرده يكون اخرهم اي، لان مهم قوي ان لما تكون الكلمه اداه تعريفها دي لازم يكون عندي في ضمير الملكيه اي. نيجي نحل مع بعض الايبونج ده. هنعمل ارجانسونج مت اين اودر اينه ماين اودر ماينه. داس ايست اين بروتشن، اين بروتشن هنعرف كده ان بروتشن الكلمه دي ارتكل داس، عشان كده قلت اين بروتشن. اون اوخ اينه يا اين بانانه، ليه استخدمنا اين بانانه؟ عشان بانانه الارتكل دي بانانه. اوكي فايتر اوكي ابفل ارتكل دير، تمام هيبقى داس ايست اين ابفل. اوند توماته النومن ده ارتكل دي، تفتكروا هنستخدم معاه اين ودر اينه، تمام نبص مع بعض اتفقنا لو الارتكل دير ودر داس انا بستخدم اين، طيب لو الارتكل دي زينجولار هستخدم اينه، تمام يبقى توماته الارتكل دي يبقى هستخدم معاها اينه توماته. اوند اي داس اي اوكي هنا بشتمت ارتكل داس يبقى هستخدم ايه هنا، تمام بيرفكت اين اي. هنا مطلوب مني استخدم ماين اودر داين اودر ماينه اودر داينه. اوكي داس ايست ماين بروتشن، طبعا الماين لان بروتشن ارتكل داس. فايتر بيرفكت ماين بانانه اوكي يا يبقى هنا هنقول داس ايست ماين ابفل بيرفكت، وهنا هنقول داس ايست ماين توماته اون داس ايست ماين اي. يبقى انا بستخدم ماين وماينه زي اين واينه، الفرق الوحيد لما تكون الكلمه بينهم بلورال ما ينفعش استخدم ولا اين ولا اينه في البلورال فورم. اون داس ايست ماينه ادرسه اون داس ايست ماينه تليفون نمر. اوكي نركز تاني في الحته ديت ان لو الكلمه عندي الارتكل دير ودر داس انا بستخدم الاون بشتمت اين، طب لو دي زينجولار انا بستخدم الاون بشتمت النكره اينه، ودي البلورال انا ما بستخدمش قدامها اي اون بشتمت ارتكل. فايتر هنا بقى كل النوي بورد شاتس الموجوده عندك في لكسيون غاي الخاصه بالاسن اون ترينكن، مهم قوي اعرف البشتمت ارتكل. فراو لا ايوه هير محمود also wir sind jetzt beim ersten bei der ersten Folie عندنا ja. الشريحه الاولى اللي هي النوي بورد شاتس اللي حضرتك شغال عليه لان فوتو يا تمام وبيسالوا ما بتتحركش الشريحه، احنا كله ده في اول شريحه لان فيها كلمات الدرس كله فنركز كويس، بس يا ريت حضرتك كبري الصوره بس. تمام الصوره لسه صغيره يا ريت كبريها. هي كده التيبل اللي فيه الفورد شاتس كده تمام؟ كده نوي فورد شاتس الجدول ماسكولين نوي ترانس واضح. تمام اوكي احنا كده عندنا النوي بورد شاتس بتاعت الليكسيون دغاي دي كل النومن اللي موجوده في الارست كولوم دوت دير الارتكل بتاعها كلها دير ماسكولين اون داس ايست داس كل النومن ديت الارتكل عندي داس نويترال كل النومن اللي موجوده هنا ديت الارتكل عندي دي اللي هو الفيمينين
المؤنث، يبقى انا بقسم النومن للارتكل حسب البستمت ارتكل بتاعي، يا اما دير يا اما داس يا اما دي. هنقرا كده النومن سريعا، واتمنى لو في اي كلمه مش عارفين معناها نرجع للجلوسار القاموس اللي موجود عندك في كتاب المدرسه، او ممكن نخش على اي جلوسار اونلاين ونطلع المينينج، ومش هتلاقوا موضوع صعب خالص. دير ابفل، طيب ايه الكومه وايه الشرطه وايه النقطتين اللي موجودين عندي دول؟ انا عندي البلورال فورم لما بجيبه من اي نومن انا بعمل كومه وبعدين شرطه، فوق الشرطه بتقبل لو في املاوت، لما اجي اجمع الكلمه بتحط لها املاوت ولا لا. طبعا الاملاوت بتحط على الحروف المتحركه البويل اللي هي اما الا ودار او او اليو، ما بتحطش على حاجه تانية، اما الاي او الاو او اليو. طيب يعني معنى كده ان كلمه ابفل دير ابفل ده كده سنجولار فورم، بلورال فورم من كلمه دير ابفل هيبقى دي ابفل، هنغير الارتكل بدل دير هيبقى دي بلورال، بلس ان احنا هنحط على الا املاوت، يبقى كده البلورال فورم عندي اسمه دي ابفل. اوكي فايتر، بعد كده عندي كلمه دير زفت، البلورال فورم هيبقى زفت، دير ارد ابفل، دير فيش البلورال فيشر، دير يوغورت، دير كافي، دير تي، دير كيز. طبعا الحاجات ديت ان اكاونتبل يعني ما بتتعدش، فمش هتلاقي منها البلورال فورم، هي بلورال لوحدها. دير كوخن، دير زلط، دير رايس، دير اسش. الاسش موجود عندنا اهو في الفوتو اللي موجوده قدامي اهو، بس اسش. دير فيفر، وندس اس فيفر موجود عندي في الفوتو. اون دير سنف، داس از سنف. اوكي بعد كده كلمات داس، داس بروت البلورال بروت، داس بروتشن، داس هينشن، داس فلايش. وعندي نوعين من الفلايش، في ريند فلايش وند لام فلايش. دايما انا بعتمد على الارتكل بتاع الجزء الثاني من النومن، يعني لو انا عندي النومن زي دوت متقسم لجزئين سباي تايلا، انا بعتمد على الاخر تايل في النومن اللي موجود عندي، يبقى الارتكل بتاعي هو هنا داس. داس اسن، داس اوبس، داس جيموزا، داس مينرال فاسر، والكلمه هنا ممكن اقول داس فاسر بس. داس جيتغنك والبلورال جيتغنك، داس اول. نيجي بعد كده كلمات دي وقول اهو موجودة عندي برضو في الفوتو اللي موجودة قدامي، دي فيمينين، دي بانانة. كده احنا عرفنا ليه بانانة كنا بنحط قدامها اينة، عشان الكلمة دي اصلا البشتمت ارتكل بتاعها دي. طب لو البلورال فورم من بانانة هيبقى دي بانانن، دي فريكاديلا، دي فورست، دي زوبة، دي توماتين زوسة، دي بيرنة، دي كولا، دي شباكيتي، دي كارتفل، دي جورك، دي تفيبل، دي كيوي، كلمة دي انجلش، دي بيتزا، دي ميلش، دي شوكولادة، دي اورانج، دي طماطة، دي زان، دي تغاوبة. غالبا ولو لاحظت كده هتلاقي ان اغلب الكلمات اللي اخرها بتنتهي بالاي، هتلاقي ان الارتكل بتاعي عندي هنا دي. بصوا كده معايا، هتلاقي اغلب الكلمات عندك هنا اللي اخرها حرف الاي، هتلاقي ان الكلمات دي الارتكل بتاعها بيبقى دي، ودايما البلورال فورم بتبقى بالان فيها، يعني دايما البلورال فورم هيبقى بالان، يعني طماطن، اورانجن، غاوبن، اونز فايتر. اوكي نكمل. يبقى انا كده عندي هنا زي ما اتفقنا بشتمت ارتكل دير داس اون دي، ده كده ماسكولين نويترال فيمينين اون دي بلورال. بوسيسيف ارتكل، لو الكلمه عندي ارتكل دير يبقى هستخدم بوسيسيف ارتكل ماين ودر داين، ماين يعني ماي، داين يعني يور، او بوسيسيف ارتكل ماين ودر داين مع برضو داس، يبقى دير وداس ما بتقبلش يبقى فيها اي في الاخر، لا ده انا دير وداس دايما ماين وداين من غير اي نهايات. طيب لو دي الفيمينين او دي بلورال، يبقى انا كده هحط الاي عندي في الاند بتاع البوسيف ارتكل، يبقى هقول ماينه اون داينه، ماينه اودر داينه، ماينه ادريسه اون داينه ادريسه.
الأم بشتمت أرتكل زي ما اتفقنا اللي هو الأين ودر أينن، مفيش تالت عندي، يا أين يا أينن. طب أستخدم أين إمتى؟ لو النومن عندي الأرتكل بتاعه دير ودر داس. أستخدم أين إمتى؟ لو النومن اللي عندي أرتكل دي الفيمينين، زي ما اتفقنا دي بلورال أهو، مفيش أي حاجة، زيرو. طيب أنا عايز أنفي بقى، يعني افرض أنا قلت داس إست أين أبفل، زي الإكزامبل ده كده، داس إست أين أبفل. أنا عايز أقول نوت، مش تفاحة، يبقى داس إست يا كاين أبفل. أوكي، داس إست أين أي. طب أنا عايز أنفي، عايز أعمل نيجاتيون للجملة ديت، يبقى أقول كاين أي. داس إست أين توماتي، النيجاتيون بتاعها أين توماتي. داس زينت توماتن، ما حطيناش حاجة أهو، حطينا توماتن على طول. طب أنا عايز أنفي، يبقى داس زينت كاين توماتن. يبقى أنا عندي هنا زي ما موجود في التابل اللي قدامي نيجاتيون أرتيكل، إن أنا لو كلمة عندي الأرتيكل بتاعها دير أودر داس أنا بنفي بكاين. طب لو الكلمة الأرتيكل بتاعها دي الفيمينين أو دي بلورال أنا هنفي بكاين. يبقى أنا عندي برضه يا إما كاين يا إما كاين. أستخدم كاين إمتى؟ لو النومن عندي الأرتيكل دير أو داس. طب أستخدم كاين إمتى؟ لو الأرتيكل عندي دي، سواء دي المؤنثة أو دي البلورال. أوكي، أخلي بالي من داس إيست للمفرد، أون داس زينت للبلورال فورم.